المحترف المصري في صفوف الاتفاق حسين السيد قرانه في العاصمة المصرية القاهرة، وشهد حفل القران تواجد العديد من نجوم الكرة على رأس محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي واحد المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم. وحصل حسين السيد على إذن من مدرب الاتفاق ليوناردو راموس للغياب عن التدريبات على أن يعاود يوم الثلاثاء. إلى هنا تنتهي أخبار اليوم، وعودة من جديد إلى أبو كرم. عبالك إن شاء الله. أنا الحمد لله. أنت شنو؟ خلاص متزوج. وقبل ما نفوت قلت لي بدور على الثاني. لا هي ما فيني خلاص. ما فيك. لا هي ما دور.